بالنسبه للمباراه طلع على فخر. الحمد لله الحمد لله استطعنا اننا نفوزوا بالمباراه اللي ما كانتش سهله، وحولت لنا اننا نبقوا في الصداره اللي عطينا كل جهد ديالنا اننا باش اننا نبقاو فيها طيله ست مباريات ديال المجموعات. الحمد لله تحت لنا ذلك، ومازال قدامنا عمل كبير اللي خلينا اننا نظهروا باحسن المستويات دور الربوع اللي ما لا نحققوا المبتغى الا وهو. شنو كلمه ديالك للجمهور اللي جا حضر اليوم استاندكم؟ الجمهور شنو نقول لك، ما نقدرش نعبر على الجمهور اللي حضر، اللي ما كان كنهنيهم على هذا التشجيع ديالهم والفريق ديالهم، وتنقول لهم زيدوا شجعوا الفريق ديالكم، راكم نتوما هما كل شيء.